عيناه قلبه وقلمه، يقتنص جميع اللحظات حزينة كانت أم سعيدة. يرى بفنه ما لا يراه الآخرون، خاض في عالم المونتاج والإخراج الذي يبدع فيه القليل، يغوص في بحر عميق من الأفلام الذي ينتظرها جميع من حوله بشغف. صادق حسين غير مسار حياته إلى أن وصل إلى ما يطمح إليه. الاسم صادق حسين أحمد آل عباس كانت بدايتنا مع الأصدقاء في سنة 1996 بعمل سكتشات خفيفة، منهم الفنان أمير دسمان، فنان حسن علي يعقوب، بعدها انضم إلينا الفنان جميل أحمد خميس، حسن أحمد مكي، وبعض الفنانين من قرية المعامير. من لديه حلما يحارب ليتمتع بطعم نجاحه لاحقا، فمن لديه عزيمة وإصرار بالتأكيد يستطيع أن يتذوق طعم النجاح. كانت البداية صعبة ماديا لوجستيا، يعني كنا نضطر نستعير من أحد الأصدقاء كاميرا علشان المقاطع والسكتشات الخفيفة نصورها. أنا أسألهم وش اسمك واحد يقول لي حسن، واحد يقول لي حسين، واحد يقول لي سلمان، كلهم أغلب بسه وش سوي فيهم؟ وش أسوي للأصدقاء تأثيرا كبيرا على حياتنا، فهم لديهم المقدرة في تطور حياة الفرد للأفضل أو تراجعها للأدنى والأسوأ. طبعا طموح صادق حسين منذ أن كنا صغارا كان له طموح كبير في أن يدخل عالم الفن وعالم الإبداع. صادق حسين دائما يقول أن تتمكن نصنع شيء من لا شيء، الإمكانيات الموجودة عندنا أن نطلع العمل بالمستوى المطلوب. والشيء الجميل أن الواحد إذا يحب إطار معين أو فن معين أكيد لازم بيبدع فيه وبيقدم فيه. أخرجت أول فيلم في 2006، فيلم أنا إنسان. كنا لما ننتج الفيلم أروح ويا صديقي أحمد عبد الرضا، نروح صوب المساجد، نبيع الأفلام، نسوقها في المحلات التجارية، منها التسجيلات في القرية بعد الانتهاء من صلاة الجمعة مثلا، في المكتبات. طبعا المبلغ رمزي، يعني السيد الواحد 500 فلس، بعدها تطورنا شوي صار دينار ونص. من المستحيل أن نرى شخصاً ناجحاً إذا لم يتعب أو لم يواجه صعوبة في حياته، فاستطاع صادق أن يصل اليوم إلى قمة سلم النجاح على الرغم من الصعوبات التي واجهته طوال مسيرة حياته. بعد فيلم أنا إنسان بسنة تقريباً أسسنا مجموعة MMP. والحمد لله إلى ما وصل عليه اليوم، فتحوا لهم مؤسسة تقدم العديد من الأعمال، سواء كان ذلك عن طريق السوشيال ميديا أو تقديم بعض التقنيات والأعمال الإعلانية وغيرها للمؤسسات والشركات البحرينية. بعد ما أسسنا مجموعة MMP صار بشكل سنوي ننتج فيلم هدف ضائع، فيلم هواجس، والعديد من التمثيليات والمقاطع الاجتماعية. شاركنا بعدة مهرجانات ومنها مهرجان جامعة البحرين، وحصدنا المركز الثاني بفيلم هواجس. رغم كل الإمكانيات الفقيرة المتاحة بالنسبة له مقارنة بالشركات الأخرى اللي عندها بعض الإمكانيات وعندها بعض المادة، إلا أن هذه الظروف لم تجعل من معنوياته مثل ما يقولون متأكسدة أو متدنية. الحمد لله قواه المعنوية الكبيرة يقدم يعني فنه الجميل اليوم. صادق حسين عنده التزام بالوقت، شيء مقدس، يعني شيء مهم أنك تلتزم بالوقت. 9 بعد تصوير يعني 9 المكان جاهز وإحنا في الموقع. هذه واحدة من أشياء اللي مهم عن صادق حسين في الشغل. يلا 3 2 1 اكشن. صباحك الله بخير يا بابا. صباحك الله بالله. 2 1 اكشن.
هذا سؤال صار ما اسوي شيء صح. من 2007 الى 2011 كان هناك افلام قصيره متنوعه. في 2013 انتجنا اول مسلسل وهو مسلسل الوان باجزائه الثلاثه، الوان واحد، الوان اثنين، الوان ثلاثه. الوان هاي الدنيا الوان، الوان هاي الدنيا الوان. الان يجني كل مثابر ثمار اجتهاده في مجاله الذي رغب في أن يترك فيه بصمة اعتزاز، ويترك رسالة لكل من حاول في يوم أن يحطمه بأنه قادر على أن يصل، فمن جد وجد، ومن سار على الدرب وصل.